الدماء. ليه؟ البلد مش ناقصة، احنا فينا اللي مكفينا، كفاية ولادنا اللي بيستشهدوا كل يوم، كفاية الكوارث والمشاكل اللي بتمر بيها مصر، كفاية العدو اللي متربص بينا. البلد مش ناقصة نقطة دم واحدة بدون سبب، البلد مش ناقصة واحد يموت. ما تخليه واحد يتولد، يعني بدل ما دينا تتقتل وتموت دينا تولد. احنا حاولنا نمنع إراقة الدماء بين عيلة دينا وعيلة حميد. الحمد لله أنا مبسوطة إننا بدل ما كان يموت واحد من الأسرتين، إن شاء الله هنكون سبب في ولادة طفل للأسرتين. عاوزين نفرح، كفاية بقى هم وغم ومشاكل وضرب وعنف وقتل، وعاوزين نهدى ونشوف مستقبلنا ومستقبل ولادنا. عاوزين نركز في مشروع في أمل جديد لبكرة. هو أنا بفكر غلط ولا أنا غلطانة؟ قولولي.